مؤخرا بدينا كنشوفوا بانه المواطنين بداو كيتسائلوا على الحاله الوبائيه ديالنا. لحد الساعه في الجهه اجمالا عندنا 3223 حاله ايجابيه، سجلنا 69 حاله، ولكن في الايام الاخيره بدينا كنلاحظوا عدد ارتفاع الحاله. الكل يتساءل لماذا؟ إلا لاحظتوا قبل في المرحلة الأولى ديال الجائحة كانوا الناس الكبار والناس اللي عندهم أمراض مزمنة كانوا ما تيخرجوش بحكم أنه كان الحجر الصحي. من بعد فاش طلقنا الناس أنها تخرج ولا الفئة الهشة حتى هي كتخرج، ولينا كنشوفوا بأنه بداو كي ديبيستاج اللي حنا طلعنا ولينا كنطلعوا الحالات الايجابيه وكيطلعوا في المخالطين ديالها الفئه الهشه والفئه العمريه اللي كتجاوز 65 سنه. عندنا دابا في الانعاش الفئه العمريه اللي فوق 80 سنه في المستشفى ديال قرطبي وفي مستشفى الطوفر عندنا حاله وصلت ل 102 سنه. ملي تتكون عندك هذه الفئه العمريه وعندها امراض مزمنه بطبيعه الحال راه ما كتستحملش، وحتى ولو دخلناها للانعاش وليتي يفهم مفهوم الانعاش راه كيستدعي التدخل السريع والتدخل في الوقت، ولكن خص المريض يكون كيستجب للعلاج اولا قبل كل شيء. الاطر ديالنا المكافحه وذات الوزاره البيضاء باقي كتجاهد، اللي راه حنا في جهاد وجهاد اللي كنتمنى ونوصلوا لنهايه المطاف فيه. تم التعزيز ديالو باطر ديال الانعاش، اطباء الانعاش اللي غادي يوصلوا وبالاطر التمريضيه وبالاجهزه استعدادا الى ظهرت لنا عاوتاني حاله اخرى اللي كتستدعي الانعاش بطنجة. بالنسبه لي هو هذا الخضم، هذا يعني كما سميتيه جهاد، في المقابل كاين اصوات ديال الاحتجاج ديال الاطر الصحيه التمريضيه الاطباء الى غير ذلك. كاين حالات اصابه في صفوف الاطباء في صفوف الممرضين، كانت ارقام مؤخرا، حاليا ما كاينش ارقام، ما توصلناش بارقام رسميه بهذا الخصوص على مستوى الجهه من غير حركه الممرضين اللي كانت عطات معطيات. انتم كيفاش كتشوفوا هذه المساله؟ كيفاش تفاعلتوا مع هذه المساله؟ كان تدخل، كانت زياره مؤخرا ديال السيد وزير الصحه لمدينه طنجه، شنو هي مخرجات هذه الزياره؟ كانت زيارتين، كان تدخل ديال السيد الوالي، وضعنا في صوره ومن خلالنا وضع الراي العام على مستوى الجهه في صوره ما يجري على مستوى الجهه في هذه الظروف هذه، وحتى صعوبات اكيد هناك صعوبات وهناك تحديات، لكن وضعنا في هذا الاطار وصوره الوضع. هو الجائحه ديال كورونا هو تحدي للجميع، تحدي لكل القطاعات، تحدي على المستوى العالمي والمستوى الوطني. كتقول بانه تقاتل الاطر الطبيه، الاطر الطبيه هي في الواجهه، والاطر الطبيه هي اللي كتكون مباشره مع المريض، والاطر الطبيه هي اللي كتستقبله. يعني الا شفنا الدول الاخرى، راه بالنسبه لينا حنا الدول الاخرى راه عندنا بعض الحالات الا بغينا نحسبوهم وما كاينش، رغم الوسائل الوقائيه رغم كل شيء، يعني بالنسبه لنا حتى واحد ما معصوم من انه ما غاديش يتقاس. هذه وحده. بالنسبه للاحتجاجات او هذا، حنا في هذه الفتره محتاجين كل شيء ينوض يخدم، كل شيء يدير اليد في اليد، كل شيء. هذه بلادنا كتطلب منا واحد التعاون المطلق. خصنا ننساو ننسى انا وينسى الاخر هو ونوضو نحن، راه نحن فيها بالمفهوم الاجمالي ديال نحن. هاد نحن عندي انا، في المريض، انقاذ المريض، توقف تفشي الجائحه، الانطلاقه الى بر الامان بطريقه مسرعه. حنا حاليا السيد الوزير الزياره ديالو، راه الزياره ديالو عندها معنى ومغزى، راه جا باش كيشوف الحاله في
في جهه كيطمئن عليها. كنت تكتم عليها بتعزيز دكتوره؟ لا لا، حيت ما توصلنا لا بلاغ لا من الوزاره لا من المديريه الجهويه. لا داكشي اش قلت لك انا وضعنا في صوره، حيت حنا ما عندناش معطيات. الوزير جا دار زياره وجا التقى بالمسؤولين ديالو على صعيد الجهه وعطى التعليمات ديالو بتعزيز الاجهزه وتعزيز الطاقم الطبي والطاقم التمريضي في مدينه طنجه. شنو كان رد فعله على ارتفاع عدد الوفيات؟ ارتفاع عدد الوفيات طبيعه الحال راني شرحت من قبل بانه راه عندنا فئات اللي كنستقبلوا، فئات عمريه، فئات عندها امراض مزمنه، وفئات اللي كتجي حاله متاخره شي بعض المرات. راه كاين الناس اللي كيبقى جالس في دارو وكيجي. الدراسه اللي كتتم على هذه الحالات، واش كاينه دراسه على وضع طبيعه الوباء فيروس كورونا في مدينه طنجه؟ وكان كان هنا التقارير ان كانت تم تجرى التحاليل بدون معرفه المرضى. نشرت جريده الاخبار دابا كاين شي حوايج ماشي اي حاجه تنشرات كاينه، وهذه فرصه انكم توضحوا. ولكن حنا الوزاره ديالنا وعندنا الخبراء ديالنا وعندنا الناس اللي كتفهم في الفيروسات وعندنا الناس اللي كتدير الاستراتيجيه الوطنيه وعندنا الناس اللي كتهتم بالمريض وعندنا الناس اللي كتهتم بتفشي المرض وبالطريقه ديالو وبالمراقبه ديالو وكلشي. ذوي الخصاص هم اهل الخصاص. حنا المفروض علينا انزال الاستراتيجيه الوطنيه على ارض الواقع، هذا هي المهمه ديالنا حنا في الجهه وبالاطر اللي معانا. البحث والتدقيق كيبقى لذوي الخصاص. طيب انا عندي سؤال، ربما يعني الاطر الصحيه وكذلك الممرضين الاطباء يقومون يعني بمجهودات كبيره جدا وهذا الشيء يعني كيظهر على ارض الواقع، لكن يعني هناك انتقادات لاذعه توجه الى المديره الجهويه لانها تصد ابوابها في وجه يعني الاطر الصحيه، في وجه كذلك الصحفيين، ولا تتواصل. وفي زمن يعني اللي يجب يعني ان يعني تتواصل فيه وتبارطاجي المعلومه المعطى مع الصحفيين. عندنا في المديريه الجهويه عندنا مسؤوله على قسم التواصل، والمسؤوله على قسم التواصل كتتواصل مع الجميع وكتعطي المعطيات اليوميه ديال الحاله الوبائيه اللي عندنا على صعيد الجهه. عندنا حنا كمسؤولين عندنا التزامات وعندنا الوجود الميداني اللي خص يكون بشكل مستمر، وعندنا خصنا نديروا استعدادات استباقيه لهذه الظرفيه اللي يوم بعد يوم في العالم كله، في المغرب، فين ما مشيتي في الكره الارضيه كتلقى الكل يستعد يوما وكل يوم باش نقدروا نمشيو بهذه الوتيره. الاستعداد اليومي خص الاطر ديالنا، ما خصهاش نقولوا المرض سالا ولا صافي سالينا، يعني ديما خص ديك الدفعه اللي تكون كل نهار، وخصو يديروا زعما بحال واحد الجندي اللي قدامه واحد الحرب هو راه كيتقاتل وعليه الضغط النفسي وعليه الاجهاد، وخصو ديك المثابره باش يوصل لبر الامان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.